السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في إطار جديد على قناة المحترف العربي إيكريك أ، أدعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس وزيارة موقعنا الإلكتروني www.marokprovancard.com. المهم نمر لشرحنا اليوم. سنشرح موقع أوتو ويب سيرف لجلب زوار حقيقيين لموقعك. المهم هذه هي طريقة إنشاء حساب على أوتو ويب سيرف. ونضغط كرييت أن أكونت، تدخل هنا اسمك، عفوا نيت نوع المضايف، تدخل هنا الاسم الخاص بك، هنا الايميل ادريس، ثم تعمل كونفيرم لها إعادة الايميل ادريس هنا، ثم الباسورد وكونفيرم، تختار اللغة التي تودها تكون العربية أو الإنجليش، تضغط هنا I agree، ثم تضغط sign up. سأدخل إلى الحساب ثم تضغط أمر الرابط هنا هكذا، ثم تضغط sign up وبعدها تفعل حسابك من الإيميل. تضغط على login لأن لدي حساب مسبقا في الموقع. سأقوم بتسجيل الدخول الآن. إذن كما ترون أحبابي هذه هي واجهة الموقع. هنا أيضا لدينا رابط اللايت فيور. المهم نبدأ من الأول. هنا ريفيرد باي، هذا هو الريفيرال اللي سجلته عن طريقه. هذا اسمي نيم، هذا ايميلي، ثم الباسورد، اكونت انفو يعني انفورميشن، ممبرشيب هل هي عضوية مجانية ام عضوية مدفوعة. عضوية مجانية. الكريديت 0.5 التي لدي. البانر تكست امبريشن 0، الكاش كوميشن 0، كل هذه الاشياء ستكون بعطية مدفوعة. بروموشن ريفيرال لينك، هذا اذا اردت تسجل عن طريقي ادعوك للتسجيل لانني ساضع الرابط اسفل الديسكريبشن. وهذا هو الرابط اللايت فيور، هذا هو اللي سنستعمله لجلب نقاط والاستفادة منها عن طريق زيارات. والزيارة ستكون زيارة حقيقية لأنها تأتي من النافيجاتور، يعني تأتي من المتصفحات، لا تأتي من برامج ترافيك والبوتات، تأتي من النافيجاتور يعني تصفح لي أتصفح لك. وتكون زيارات غالبا قوية وجيدة جدا لكسب الأموال أو لرفع ترتيبك في أليكسا. المهم سأضغط هنا اللايت فيور. كما ترى هنا ويلكم باك يعطي اسمي هنا، ثم الكريديت ان يور اكونت 0.5. سأضغط ستارت وسترى انه سيبدأ التصفح. الان اظن انه قد بدأ. نعم ها هو قد بدأ يتصفح الموقع. 7 6 5 4 3 كما ترى هو موقع احد المنتديات. اذا كما ترى هنا احد ما يقوم برفع الحساب. هناك العديد والعديد من يستعمل هذا القيد لأنه رائع جدا في جلب ترى. لحد الآن قد ربحت 3.5. يمكنك استعمال هذا الموقع على ديلي موشن أو على العديد من التستعمل على اليوتيوب أو على إعلانات أدسنس لأنه سيقوم بحضرك. استعمله فقط على ديلي موشن أو العديد من النيتوركس
مثلا على سبيل المثال أدبايز لقد شرحتها، هناك العديد من الشركات الإعلانية التي تستقبل منك هذا الترافيك، لكن قم بعمل كما ترى الأصدقاء هنا يعملون http://google، يعني اختصر رابطك على جوجل كي لا يتم اكتشافك، أو اختصره على جوجل ثم على بيتلي كي لا يتم اكتشاف مصدر زيارتك، كي يكون مصدر زيارتك جوجل. اوكي، اذا كان هذا شرحنا لليوم. كما ترى الآن هو يجمع النقاط. أنا لدي لينكات هنا. المهم سأريكم طريقة أخرى. إذا هنا تضغط على Add Website، إذا هنا تضيف الويب سايت الذي تريد جلب له زيارة. مثلا هذا كان رابط القديم بونتيكا. ثم هنا تعطي إذا أردت أوتو أساين للنقاط أوتوماتيكيا أو مانيوال أساين إذا كنت تريد حذف هذه، وإعطاء النقاط بطريقة على طريقتي الخاصة. يعني أنا أفضل هذه أوتو أساين يجلب لي زيارات، ثم تذهب مباشرة إلى اللينك بدون تعب. هنا ماي ويب سايت، هذه هي الويب سايت التي أعلن عليك. كما ترى تلهيت، يعني الموقع شغال جدا. لم أقم بإخفاء الزيارة، ولكن سأقوم بذلك بعد هذا الفيديو، لأنني لاحظت أن ديلي موشن لا يقبل روابط دايركت هكذا. وبعدها عند إدخال رابطك هنا وعمل أوتو أساين، ثم هنا الكريديت بيرفيو تعطيه كم من كريديت. أقصى حد هو 300 كريديت، وأدنى حد هو 10، وتعطيه 10. المينيموم هو 500، ثم يضغط سيف. إذا هنا أبجريد أكونت، إذا أردت عمل أبجريد للحساب يعني ترقية العضوية. هنا الفري، وهنا الكريديت، هون كريديت بير سيجنت 2000 بونيس. هنا ليس هناك بونيس، هنا 15، هنا 3، هنا 300، هنا 100 ريفير كريديت، هنا ريفيرال سيرف 0.1، وانا تستفيد من ريفيرال سيرف 0.2 ريفيرال كوميشن. المهم اترككم مع هذه الاشياء لانها سهلة. اوكي، المهم اظن اني شرحت كل شيء. هنا الريفيرال اللي تسجلون عن طريقك، هنا تظهر لك ريفيرال كاونت، ريفيرال كريديت ايرند من الريفيرال او الكاش ايرند، هل ربحت عنهم اموال، هل ربحت عنهم كريديت نقاط، وكم من الريفيرال. هنا ريفيرال كاونت، وهنا اذا اردت سحب ارباحك من الريفيرال. المهم ادعوكم للتسجيل عن طريقي لمساندتي، واثبات سحب ايضا من هذا الموقع رغم انه لاوتو ويب سيرف، لكن اريد ان اثبت لكم السحب عن طريقكم طبعا. المهم كان هذا هو شرح اليوم، شكرا لكم، والى اللقاء في شرح اخر ان شاء الله ومع موقع ترافيك جديد. شكرا لكم.